في خطوة لافتة أثارت قلقا في ألمانيا والمنطقة الأوروبية. نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة، بحسب التقرير الذي نشرته إذاعة صوت ألمانيا. وعلى الرغم من أن الوزيرة الألمانية لم تتناول الأمر من ناحية اقتصادية، إلا أن تصريحاتها جاءت في ظل ارتفاع الأسعار وتضخم بلغ مستويات مرتفعة في البلاد. وقالت الوزيرة في تصريحاتها: فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سبرانية على بنى تحتية حيوية. وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية في وقت تشهد فيه أسعار الكهرباء والغاز ارتفاعات قياسية غير مسبوقة بسبب الحرب على أوكرانيا. هذا ولوحظ تراجع في وفرة العديد من المواد الغذائية في المنطقة الأوروبية، عمقه توجه الاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع قرار بالتخلي عن النفط والغاز من روسيا، رغم الاعتماد الكبير عليهما في جل الدول الأوروبية. وتوقعت فرنسا الذهاب في قرار حظر الغاز الروسي خلال أيام، وتوجه أوروبا للتخلي عنه تماما مع نهاية العام. إلى ذلك، وفي وقت تضاربت فيه التقارير عن تزويد واشنطن لأوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن قيادات عسكرية روسية موجودة شرقية أوكرانيا نجحت عبرها كييف في قتل العديد منهم، أكدت روسيا أنها رصدت مرتزقة إسرائيليين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، وهو تطور من شأنها أن يعمق التوتر بين موسكو وتل أبيب. وللحديث أكثر حول مستجدات الملف الأوكراني، معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام شاكر، المحلل المتخصص في الشأن الأوروبي. أهلا بك معنا أستاذ حسام. أستاذ حسام، تسمعني؟ جيدا، نعم، أهلا وسهلا. نعم، أبدأ معك بتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية. هل بدأنا نتحسس التداعيات الحقيقية للحرب الروسية على أوكرانيا في أوروبا؟ نتحسسه واقعا فعليا يعتاشه المواطنون؟ بالطبع، هذه الحرب فاقمت أزمة اقتصادية وأزمة في سلاسل التوريد. بدأت هذه الأزمة مع جائحة كورونا، جاءت الحرب لتفاقم هذه الأزمة، بالإضافة إلى يعني غداءة المحاصيل في بعض المنتجات الغذائية. فالأزمة مركبة بطبيعة الحال. الحرب في أوكرانيا جاءت لتضيف عبئاً إضافياً على المواطنين في أسعار الطاقة، في مواد غذائية معينة، في سلع أساسية، في تعطل سلاسل التوريد وغير هذا. طبعاً بكل تأكيد التصريحات الوزيرة الألمانية تأتي في هذا السياق، لكن هي أشارت أيضاً إلى ما تفضلت به بالتقرير، بأنه مرتبط بالهجمات السبرانية المحتملة، وهذا يشير إلى احتمال تعطل توريد السلع في متاجر التجزئة أو نقلها أو غير هذا، تعطل الحياة اليومية. طبعا هنا نشير إلى أن ألمانيا لديها تقليد الدعوة للمواطنين أو دعوة المواطنين لتخزين مواد غذائية أساسية كتقليد دائم خشية حدوث تطورات، وتم تجديد هذا في السنوات الأخيرة. الآن يأتي هذا تحديدا مع ربطه باحتمالات الهجمات السبرانية التي قد تعطل الحياة اليومية بما فيها إمكانية تزود بالغذاء، وهذا يشير إلى تهديد إضافي يضاف إلى مشكلة وفرة المواد الغذائية. نعم، أستاذ حسام، نحن نتحدث عن ألمانيا ووزن ألمانيا وحضور الاقتصاد الألماني ودور ألمانيا. ماذا عسانا نتحدث عن دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الناتو؟ إذا كان هذا حال ألمانيا، ماذا عن تلك الدول؟ طبعا المفارقة أن ألمانيا التي ليس لديها غاز مضطرة إلى أن تورد الغاز بنفسها إلى بولندا مثلا، لأن روسيا قطعت امدادات الغاز عن بولندا وعن بلغاريا أيضا. فقامت ألمانيا مثلا، وهذا جزء من المعالجة لأوروبا الشرقية والوسطى، أن ألمانيا تقوم بتوريد الغاز بشكل عكسي في الأنابيب ذاتها، وهذه مفارقة كبيرة، وهذا يشير إلى حجم المأزق الألماني والأوروبي عموما مع مسألة الغاز والاعتمادية على إيرادات على موارد الطاقة الروسية. طبعا في أوروبا الشرقية الحكومات إلى حد ما مرتاحة نسبيا، لأن لديها شبكة أمان معينة موفرة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الاتحاد الأوروبي،
الدول الأوروبية في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حد ما تحتمل ما يجري معها، خاصة أن بعض الدول هي أساسا دول زراعية مثل بولندا من الطراز الأول أو رومانيا أو غيرها. لكن في تقديري المعضلة كبيرة، والحديث عن حديث الفرنسي عن الفكاك الاعتمادية على موارد الطاقة الروسية تبدو بعيدة عن الواقع، لأن النفط يمكن التخلي عنه، لكن الغاز مسألة صعبة جدا. العقود ربما لعام 2040 في بعض الدول معوقة في هذا الشأن، لا يمكن الفكاك من الغاز الروسي. ربما فرنسا لديها من الطاقة النووية ما يكفي لإنتاج الطاقة، لكن هذا ليس حاصلا في ألمانيا ولا في دول أوروبية أخرى. نعم، كل الشكر على وجودك ومشاركتك معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام بشاكر المحلل المتخصص بالشأن الأوروبي. كنا نتحدث عن تداعيات الحرب على أوكرانيا والأمن الغذائي الأوروبي، وبدء شعور المواطنين في أوروبا أن لتداعيات هذه الحرب مخاوف مستقبلية كثيرة.